أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. من أسئلة هذه السائلة فضيلة الشيخ من جازان تقول في سؤال لها أختكم عين من جازان، تقول: الالتماس بين الرجال والنساء أثناء الحج والعمرة نظرا لكثافة الأعداد البشرية الذين يؤدون الحج، كما أن هذا شيء خارج عن الإرادة وهو شيء لا بد من حدوثه مهما احترس الإنسان، فما الحكم في ذلك؟ أصل السائل إذا حصل مماسة نعم بين الحجاج ولا سيما بين الرجال والنساء نعم شيخ، هذا لا يضر إذا كان بدون قصد، إنه لا يضر، إنما المحرم أن يزاحم النساء أصلا من أجل تلذذ بذلك أو طلب الشهوة، هذا حرام. أما إذا حصل زحمة وحصل شيء من الملامسة بين المزدحمين من غير قصد هذا لا يضر، ولكن على الإنسان أن يتجنب الزحام مهما أمكن، عليه أن يتجنب الزحام مهما أمكن، فلا يقصد الزحام يدخل فيه سواء في الطواف أو في غيره، بل يتحين الفرص التي ليس فيها زحام ويكون في أقصى المطاف، يكون في أقصى المطاف ولو بعد عن الكعبة إذا كان في هذا سلامة طوافه من الزحام ومن مخالطة النساء، يحرص على أن يتجنب هذه الأمور، لكن لو وقع في شيء منها من غير قصد فلا حرج عليه في ذلك. نعم.